8 ملايين كادي ما طالوش، وقع المشكل بيناتهم. ها هو دي اخر ليلو طاب الكهراوه قال لك نرس وزاد كمل عليه بدبحه بالشفره. زيت كنطل كنجبر الراجل نطيح في الارض. الشيطان على الله كيحضر، وانما خصنا نعاونوا بعضنا. ماشي واحد كيتقصر حنا كنتفرجوا، حتى كيموت عاد ما كاين حتى واحد. هاد السيد هذا انا سمعت الغوت. زيت كنطل كنجبر الراجل نطيح في الارض. فهمتيني؟ وتنا اخرى كان سامر عليه ضربوا الهراوان الراس ما يطيحش بيت اينوكسا قاز عليه بحال اللي ذبح شي حاولي. فهمتيني؟ جا عنده واحد الخياط السمسار قال له افلان قال له بعد انتينا عندك فهمتيني دخل سيب عليه ديك الشفره دخل بحالو للدار عيط له با محمد با محمد شنو عملتي قال لي شوف شنو عملتي صبر وسيب عليا شي كوا غد الما والضو فهمتيني اخر الراجل الله يعمرها سلعه واخر ما داخل عاوتاني تا هو كريريسا كيبيع الكارو والحلوه مول الدار العمر ديالو هذاك اللي ما تكونش ديك 65 70 ويا خور تقريبا مع اضباطهم مول الدار تا هو ما عمرنا شنا منه شي حاجه وتا ديك الراجل ما عمرنا اللي ما مسكين ما عمرنا اتصلت له هادشي فاجاكم هادشي هذا اجرام كبير منه ماشي فاجانا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واش تيقول لك هما زادوا غير في الهضره مع بعضيتهم ما عندك شي تبقى تجايز بالحالة فهمتي يا خويا شي حالة فهمتي هستيرية زاتو فهمتي بحال يبتزو أما هما جوج بيهم مع الناس كبار يعني ماشي الناس فهمتيني وكنخدموا معاهم حنايا مع غير السيد كيخدم فهمتي ماشي شو أنا نقولوا يعني غير هيدا راجل كيخدم الله يعمر سيدا هذا هو غير بلومبي عبد الدين ما عرفتي معنا فهمتي هو دين ما فهمتي هو اللي علمنا كاع تما نعم سيدي يعني جوج بيوم الناس عارفين مزيانين لا حول ولا قوة الا بالله عندهم مشكل على حد الكريدي بيناتهم 8 ملايين 8 ملايين كادي ما طالوش وقع المشكل بيناتهم ها هو دي اخر ليلو طاب الكهراوه قال لك نرس وزاد كمل عليه بدبحه بالشفره تفاجئنا تصدمنا بداك الشيء هذاك اللي شفنا هذاك المنظر تفاجئنا جينا جوج الكايز وانا كنشوف ذاك جوج ناس كبارين دابا يا خويا كبير ويا خويا كبير تقريبا عنده 75 سنه دابا اللي قتل عنده تقريبا 75 عام هذا هو المشكل اللي وقع عنده ولادو الدار ديالو الدويره ديالو مسكين حتى هو ودابا مسكين عكاري عنده هذاك اللي مات راه عكاري عنده غير الحوينته الحوينته ديال الماء الحوينته ديال البلومبي اللي قتل هو مول الدار سير هاد المصيبه هادي اللي وقعت راه مصيبه باش كنشوف انا الناس ساكنين هنايا ما كاين حتى واحد انا اللي حل الامر الناس ساكنه هنايا ما كاين حتى واحد كيقول لك وفين هما هاد الناس اللي ساكنين وهاد الحومه اللي سكنت فيها دائما الناس كاينه عندنا الناس كاينه يعني الناس كيشوفوا الباطل كيشوفوا الظلم وحتى واحد ما كاين اللي كيتدخل انا لو كان شفت هاد القرايه هادي دائما كندخل في وسط بحال هاد المشاكل هادي غادي ندفعوا منه منها مزيان نقد داك الراجل ما يديرش الجريمه ومنها غادي نقد هذاك وهادشي ما يكونش عندنا حنا في الدوله الاسلاميه خص يكون هذا الشيء خص يكون تضامن مع الخوت الشيطان كيحضر الشيطان على الله كيحضر وانما خصنا نعاونوا بعضنا ماشي واحد كيتقصر حنا كنتفرجوا حتى كيموت عاد ما كاين حتى واحد انا ما كنعرفهم داك الناس دائما هنا الله يعمر سلعه بجوج بهم الله يعمر تبنتو كتكون معاه وانما هذا اللي قتلوا ما كنعرفوش هذا اللي قتلوا ما كنعرفش اما داك الناس الله يعمر سلعه انا سكت انا 8 سنين ودابا كنخدم انايا شي 7 سنين هي 14 عام ذاك عمره ما ادى شي واحد شنو كيقول لك كاين بيناتهم شي حسابات هذا هو اللي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.